أنا اسمي عبير ومواليد مدينة دمشق وسوريا. صار في حرب ببلدي واشتدت مستوى العنف، وكان عندي هم بس إنه توقف العالم تقتل بعضها وإنه نلاقي طرق تانية نتوصل فيها لحلول. حسيت بواجب إني أشتغل أكثر على الحوارات، بس ما كان يعني إلهام، كان من واقع أزمة. هلا البيئة مثل اللي ماشي بحق الألغام، وهي الألغام ممكن تكون لغم سياسي، ممكن يكون لغم مجتمعي، ممكن يكون لغم أمني بخص حياة الأفراد. فالبيئة كتير معقدة والضغط كتير قاسي وشدة العنف كل ما عم تزيد بالمنطقة. عبير فتحت مساحة للشباب للأحلام تجاه بلدهم، قدمت الدعم والخبرات والموارد واشتغلت لتكون عم بتجيبها للبلد بظروف كتير صعبة. نحاول نخفف شدة النزاع والعنف على المستوى المجتمعي، يعني بنشتغل كتير على الوساطات المحلية بالإضافة لبناء القدرات الشباب والصبايا ليكونوا أكثر قدرة على التعاطي مع النزاعات بمنطقتهم وبمحيطهم. العدالة شيء أساسي لعملية بناء السلام، بس بدها تكون معمولة بشكل مجتمعي. لهيك أنا باعتقادي إنه العدالة هي شيء كتير محلي، شيء كتير بخص العالم أصحاب القضية، ما بخص العالم يلي يمكن ولعوا القضية بوقت من الأوقات.